سابقا شفت فينا. اهلا مرحبا بكم معنا في البث المباشر. اهلا وسهلا مباشره من تطوان مع معتكف. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وجمعه مباركه، وما تكون دوزتوا اليوم بصحه جيده وخالي من المشاكل والستريس. اخترنا لكم هذا الموضوع اليوم بعد ما شاهدنا المئات ديال الكيلوغرامات ديال الحشيش اللي خرجت في شاطئ الفنيدق هذا اليوم، وكنا حصريا على شوف تي في نقلنا لكم الوقائع ديال المياه البحر كتلقي برزمات ديال الحشيش. على ضوء ذلك، شنو رايكم في بعض الشباب اللي باقين كيستعملوا المخدرات المؤثرات العقليه وكيضطروا يديروا اي حاجه على قبل الحشيش؟ اليوم بحر ديال الفنيدق في الصباح اللي خرجوا عدد كبير ديال الرزمات ديال المخدرات في شاطئ الفنيدق، وكما قلت واللي كنشوف تي في حصريا حضرت هاد الصدفة طبعا. هاد المخدرات اللي خرجت في البحر تطفو فوق مياه بحر الفنيدق. مرحبا بكم معنا، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خسرنا لكم هذا الموضوع مباشرة من تطوان مع معتكف. شنو رأيكم في بعض الشباب اللي باقين كيستعملوا المخدرات والمؤثرات العقلية وكيضطروا يديروا اي حاجة على قبل الحشيش؟ طبعا هذه الظاهره ديال المخدرات اللي انتشرت مؤخرا، وهذه الظاهره ديال التهريب، طبعا كما قلت اكدتنا بعض المصادر انه يوم المعلوم بعد ما كانت الهجره الجماعيه في المعبر الحدودي لباب سلته خرجوا مجموعه ديال لي فونتوم من الواد المرصى بالتابع لمنطقه القصر الصغير ضواحي بليونش. ربما هذا الحشيش اللي خرجت اليوم في شاطئ الفنيدق تكون ديال شي زورق مطاطي، اما تسللوا البنزين ليسونس او طرداتهم الوحدات البحريه، وهنا هاد الاباطره ديال المخدرات والمهربين دائما تعملوا هاد العمليه ديال اذا مع الثقل كيبقاو يلوحوا هاد الرزم ديال المخدرات في الشاطئ في البحر. اذا دائما متسبعينا، وكما قلت اليوم حصريا على شوف تي في لاحظتوا في المباشر اللي عملت الاول والثاني والثالث، يعني من غرائب الصدف اليوم متسبعينا انه بعد ما كنت طبعا في التغطيه في الفنيدق الاجواء حول الهجره الجماعيه اللي كانت كيثير الانتباه حتى جمهور بعض الشباب في الكورنيش ديال الفنيدق امام مسجد الاعظم، المسجد الكبير اللي في المدخل ديال المدينه، اعتقد مسجد الاعظم او محمد الخامس على العموم. هناك في الكورنيش شفت الشباب كيتحركوا بسرعه، يعني اكيد شي حاجه غير طبيعيه. نزلت كنلقى العناصر ديال القوات المساعده تيحاصروا الرزم ديال المخدرات، ودخل واحد الشخص معاهم ما عرفتش واش هو عنصر، ما كانش زي نظامي، ولكن ما عرفتش واش هو معاهم ام يعني خدام معاهم او على العموم، ودخل وخرج الرزمه الاولى والثانيه في القلب ديال في وسط الكورنيش. بعدها في خلف الميناء ديال الفنيدق كذلك او خرجت مخدرات اخرى. اذا متسبقا شفت احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحمر البيضاء في هذه الدردشه الليليه، وطبعا اليوم بعد ما تم تمديد الساعه ديال تمديد الساعة إلى حدود الساعة 11 ليلة بالنسبة للمقاهي والمطاعم. اخترنا لكم هذا الموضوع كما قلت هاد الدردشة تزامنا مع الرزم ديال المخدرات والحشيش اللي نفذها بحر الفنيدق. هاد الظاهرة متابعينا بغينا آراءكم، بغينا تعليقاتكم، شنو رأيكم بعض الشباب اللي باقيين كيستعملوا المخدرات والمؤثرات العقليه وكيضطروا يديروا اي حاجه على قبل الحشيش؟ طبعا متسبقا شفت في هذا الشيء راه رجع تيأسف، خصوصا الناس اللي كتستعمل المؤثرات العقليه. ملي الانسان كيستعمل هاد الانواع ديال المخدر ما كيبقاش يعرف شنو كيعمل. اذا من تطوان دائما احنا معكم في هذه الدردشه الليليه، لاحظوا الشوارع فارغه في هذه اللحظات. يعني الدعوات ديالكم كذلك الله يرفع علينا هذا الوباء، وبغينا اراءكم بخصوص هذه
الظاهره ديال المخدرات اللي مؤخرا كنلاحظوا في مجموعه ديال المناطق الشاطئيه. احيانا بعد ما كتكون شبكه منظمه ديال التهريب الدولي للمخدرات كتحاصرها الدرك الملكي او سلطات اخرى، كيضطروا انهم يلوحوا هذا المخدر في البحر تفاديا للملاحقه او المتابعه. اذا مستمعينا دائما احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمامه البيضاء، هذه الاجواء الليليه ديال تطوان. تقولوا لنا مين كتتابعونا وكيفاش دايره الاجواء في المناطق ديالكم، وشنو رايكم كذلك في هذه الظاهره ديال تهريب المخدرات عبر الشواطئ. وفي نفس السياق ربطناها كما قلت بهذا الموضوع، ديال بعض الشباب اللي مازال كيتعاطوا المخدرات القوية للأسف. طبعا بين الدعوات ديالكم الله يهديهم، الإنسان يحتال على صحته، لأن هاد المخدرات طبعا كتنخر الجسد ديال الإنسان. نطلبوا الله ما بقاوش نشوفوا بالفعل هاد الانواع ديال المخدرات اللي داخله البلاد ديالنا، خاصه الاقراص المهلوسه والمخدرات القويه. طبعا الكيف الان او الحشيش بعد ما تم التقنين والقيل والقال عليه في المغرب، هذا موضوع اخر، غادي نرجعوا له بالتفصيل. اذا من تطوان دائما متابعينا احنا معكم في هذه الدردشه الليليه. لاحظوا الشوارع ديال تطوان في هذه اللحظات 11:53 دقيقه، الفراغ ثم الفراغ. قولوا لنا مين كتتابعونا وشنو رايكم في هذه الظاهره ديال الشباب اللي في السنوات الاخيره او في الفتره الاخيره. الحقيقه شباب مختلف اعمار وسهل فتيات كذلك، بقينا كنشوفوا بنات ديال المؤسسات التعليميه ديال الكليه، طبعا ماشي الكل، كنهضروا على الحالات يعني باش ما نكونوش كنعموا اكيد، تيستعملوا هذا الشيء ديال المخدرات. هذه الظاهره ديال المخدرات اكيد اللي خلات الشباب مرفوع كما تنقولوا، صافي هرب عليهم الترين. الناس بقات كتستعمل المخدرات ما بقاتش عارفه شنو تعمل، هذا هو السؤال. اذا من تطوان دائما متسابقا نشوف تريح معكم في هذه الدردشه الليليه عبر الشوارع الحمراء البيضاء، هذه الاجواء ديال تطوان. قولوا لنا مين كتتبعونا وشنو رايكم في هذه الظاهره، لان هذه الظاهره ديال استعمال المخدرات سواء القويه او المؤثرات العقليه كذلك انتشرت بشكل كبير وكبير كبير بزاف مؤخرا. للاسف هذا الشيء تنلقوا فيه ناقوس الخطر، وكما قلت تزامنا مع ابراهيم من جامعة مزواق، اهلا وسهلا. قلت تزامنا مع مع الكمية ديال الحشيش الكبيرة اللي خرجت صباح اليوم في شاطئ الفنادق. بعد الحراقة الحشيش تيخرج في البحر. لاحظوا هاد الصدفة يعني الغريبة في الحقيقة ديال البحر مملوء عن اخره كان بالحراقه، فإذا بيت تنتفاجئوا بالمخدرات خارجه مع الموجه. طبعا كانت محاولات يعني كاينوا بعض الناس الشباب اللي كانوا باغين ياخذوا هذوك الروزان ديال المخدرات، طبعا لان هذاك الشيء راه حاليا في اسبانيا المخدرات تساوي 50,000 درهم للكيلو، 5 مليون للكيلو. هذوك الرزمات كاين ديال 40 كاين 50 كيلو، يعني عادة هذا هو الرقم اللي هذا هو الوزن اللي تيكون بين 40 50 باش كيمكن لهم يتحكموا فيه بسرعة في الشحن ديالو والإفراد. إذا كما قلت كان ممكن هذوك المخدرات أنها تسرق، ولكن تدخل ديال عناصر القوات المساعده اللي كانوا في منتشرين طبعا على الشاطئ مراقبين الوضع. هذه الاجواء متسبعينا الليليه اللي كترفع الحمامه البيضاء في هذه اللحظات 11
57 دقيقة. نتمنوا دائما الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنى ترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. لاحظوا معنا الأجواء الليلية هنا بمظاهرات الحمر البيضاء. طبعا أنا تطوالنا كما قلت من المدن اللي دائما تقولها تتشد بكري، رغم أنه تم التمديد اليوم ديال الساعة، ولكن شفت واحد الصورة واحد صديقي في الفيس دار واحد التعليق جميل في صور من شارع محمد الخامس، القهاوي حلوا والكليان هربوا. لماذا المقاهي حلت فتحات والكليان هربوا؟ لان الناس مازال مسلسة 8 صافي كيشد كل شيء، ما بقى حتى واحد في كيجي للشارع، رغم انهم جروا حتى 11 ديال الليل بقاو على الكراسي فارغه. ونتمنوا في القريب العاجل. رشيد كيقول السؤال الذي خصو إجابة، ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ واش ديال المخدرات ولا ديال الهجرة ولا ديال اش سي رشيد؟ بطلاغية فرص الشغل يقول يونس. طبعا طبعا هو كاين واحد المسألة باش ما نختلفوش فيها الإخوان، كاين واحد فئة البشر ما يخدمش، كاين فئة اللي كتطلب أنها تخدم ودير يد الله، وكاين واحد الفئة اللي ما تخدمش. قلنا هو التركيبة ديالو هكا. للأسف متسبين احنا مازال معكم في الدردشة الليلية. لاحظوا الأجواء الفراغ هنا في تطوان في هاد اللحظات، مع رغم تمديد ساعة العمل بالنسبة للمقاهي والمطاعم، ولكن الحالة كما قلت ما بقى ما تحركتش بصراحة. نتمنوا في القريب العاجل ان شاء الله تنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية، هذا الشيء اللي بغينا. احنا مقبلين على فصل الصيف، بغينا كذلك انها تحرك العجلة، ونطلب الله الخير دائما بالدعوات ديالكم. متسابقين احنا مازال معكم في الدردشة عبر شارع الحسن الثاني بجوار حديقة او رياض العميل، بعد ما غادي نوصلوا لحديقة الشلال معروفة هنا في مدينة تطوان في شارع الحسن الثاني. ودائما الله يهدي هاد الشباب، هذا هو الأهم، لأن هاد الشباب اللي كيتعاطوا هادشي ديال المخدرات سواء القوية أو المخدرات المؤثرات العقلية، للأسف. محسن تيقول حنا بالرد بها عايشين الحشيش. طبعا مع التقليل الآن ما عرفتش واش ممكن تنتعش الحركة أو تزيد تأزم ديك الفلاح البسيط أو ديك المواطن البسيط اللي كيدير ديك العشبة في المنطقة ديال باب برد والعناصر. وتحية لكل متابعينا من الإقليم الشاوي من منطقة باب برد.